هذا المعنى العظيم الذي هو إنفاق المال وتسليطه على هلكته كما في الحديث، وإنفاقه في وجوه الخير والبر. موقعه في الدين من أعظم المواقع التي مع الأسف اليوم كثير من الناس يجهل حقيقتها، إذ في مخيلة كثير منا الدين منحصر في العبادات جميعا إلا عبادة المال، أي إلا عبادة الله بالمال وفي المال، عبادة المال أو العبادة المالية. فالناس يصلون ويحجون ويصومون ويفعلون كثيرا من الخير، لكن ليس كل من يفعل ذلك ينفق ماله في الخير، والأدهى من ذلك والأمر قد لا يخرج زكاة ماله التي هي ركن ركين من أركان الإسلام. والحديث بحول الله في هذا السياق وفي المجال بالذات، أي سر الإنفاق وسر إخراج المال في سبيل الله بما هو عبادة لله عز وجل، مرتبط بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تجعل الزكاة صن والصلاة في أي شيء، في البرهانة على إسلام المرء وفي البرهانة على حقيقة التوحيد الذي هو المبدأ الأول في الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي هي مفتاح الإسلام، بها يكون المسلم مسلما أو لا يكون. وسأورد بعض الإشارات هنا لبيان عظمة هذا الركن. الزكاة وما يتفرع عنها من وجوه الإنفاق في البر والخير صدقة مرسلة مطلقة. حينما حدث الله رسوله عليه الصلاة والسلام عن المشركين من الكفار آنئذ ممن كانوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أن الذي يؤوب منهم ويسلم ويتوب إلى الله عز وجل له علامتان بعد النطق طبعا بالشهادتين. فالنطق بالشهادتين كل يستطيع أن يدعي، ولذلك قد يكون الإنسان والعياذ بالله منافقا بالنطق بالشهادتين حقنا لمصالحه. فالله جل وعلا بيّن لرسوله عليه الصلاة والسلام أمرين، فقال: فإن تابوا، أي إن أعلنوا إسلامهم، هذا المقصود بالتوبة هنا، تابوا من محاربة الإسلام والمسلمين وأعلنوا إسلامهم، فإن تابوا. ولكن أضاف أمرين حسيين أمارتين ظاهرتين ماديتين روحيتين لا يمكن للإنسان أن ينافق فيهما أو أن يخادع فيهما على المدى الطويل. حبل المنافق فيهما قصير جدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية أخرى فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أي أعلنوا إسلامهم، ولكن بشرط أن يبرهنوا على ذلك الإسلام بأمور تعتبر قاطعة في أن هذا الإنسان فعلا قد آب إلى الله وتاب. فقال: وأقاموا الصلاة، وقال: وآتوا الزكاة. مع أن أركان الإسلام أكثر، فيه رمضان، فيه حج، وفيه فروع أخرى من الواجبات ومن غير الواجبات، ولكنه ذكر هذين الاثنين وقد ذكر كثيرا معا بدون قرنهما بسائر الأركان وبسائر الواجبات في القرآن والسنة. يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كثير في كتاب الله عز وجل. وقارن الصلاة بالزكاة باعتبارهما ليس فقط يعني ركنين، راه حتى رمضان ركن والحج ركن أيضا، ولكن باعتبارهما يعبران أعمق وأدق عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يعني هذا أن الأركان الأخرى التي تعبر ذلك تعبير، لا، كلها تعبر، بل المندوبات تعبر عن التوحيد، ولكن تعبير الصلاة والزكاة مختلف تماما، لأنه تعبير عملي عميق واضح قوي. ف
فإذ يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله جل علاه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى الخالق للكل والمستحق وحده بالعبادة دون سواه، هي كلمة تدل على إخلاص العبد لله. يعني الإخلاص يعني أن الإنسان يصفي كل مقاصده في العبادات والمعاملات لله ولله وحده، ويتبرأ من كل حظوظه، يعمل العمل لا يريد به شيئا سوى وجه الله جل وعلا، لا يريد به إلا الرضا من رب العالمين، لا يريد به إلا المقام العالي في الجنة، لا يريد مكسبا دنيويا أبدا بهذا العمل، يسمى آنئذ توحيدا، ولو كان صلاة أو زكاة أو صياما أيا كان أو أي شيء كان هذا العمل، ويكون في صلب عقيدة التوحيد والإخلاص، ويحقق إسلامية المرء أعمق وأعمق وأعمق. وهذا الدين في الأصل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وإذا كان من شيء يربي الإنسان المسلم على التخلص من كل حظوظه وعلى جعل كل مقصده لله ولله وحده، فالصلاة والزكاة. الصلاة أمرها واضح، بما هي ركوع وسجود وخضوع وتوجه بالتلاوة والتسبيح والذكر والدعاء لله الواحد القهار، هذا بين لكل الناس، لأنك تركع لواحد وتسجد لواحد وتستجيب في الوقت لواحد، فهي واضحة جدا في أنها سير توحيدي إخلاصي للملك الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا سبحانه. ولكن لا بد من أمر آخر، وهو أن تبرهن بالمادي وبالملموس على أمر متعلق أشد التعلق بقضية التوحيد، وهي أنك إذا كنت تعبد الله عز وجل فمعناه أنك عبد، إذن أنت تخضع تركع معناه أنك عبد، عبد لله، وهذا المقصود من الدين كله، مقصود من الشهادتين، وتطبيق ذلك الصلاة أي أن تحقق عبديتك لله. ما معنى كونك عبدا؟ أي أنك لا تملك أمر نفسك، أنت ماشي ديال راسك، أنا وأنت. يعني العبد الحقيقي هو الذي لا يملك أمر نفسه، وإنما هو مملوك لسيده، هو مملوك لسيده، هو ديال مولاه اللي خلقه. فبما خلقني وخلقك ملكني وملكك، وأي حاجة كتقب هذا المعنى فهي تخرم حقيقة التوحيد وتخرم عقيدة الإصلاح، يعني كتهرسها كتقبها، ما كتخليش إصلاح إخلاص وما تخليش توحيد حقيقي. فإذا شعر العبد ووقع في قلبه أنه يملك شيئا انتهى، يعني هذاك الإخلاص بمعنى التوحيد الصافي، هذا معنى الإخلاص، كتقول الله واحد، وهي هذا المعنى، هذا صافي في قلبك، ما فيه شي نقطة واحدة كتوسخه. فإذا صار في قلبك أنك تملك شيئا ملكية حقيقية، وتزعم أن لك حق التصرف الكامل المطلق في ذلك الذي تملكه كما سأبين بعد قليل بحول الله، فمعنى ذلك أن عبديتك لله قد نقصت. هذه كونك عبد وكتركع وتسجد أنك عبد ماشي كاملة ماشي حقيقية. لما؟ لأن المالك الواحد إنما هو واحد، فكيف هو ربك سبحانه يملك وانت تملك؟ فإذا كنت تملك فما كهي فكما هي قاعدة الفقه، العبد وما ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده فهو المالك الحق. وقاعدة الاقتصاد الإسلامي العجيبة المستقرة من كتاب الله وسنة رسول الله مفادها قولهم المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، من يملك منا مالا قليلا أو كثيرا كيف ما كان يجب أن يشعر أنه عبد موظف عند المالك الحق، ملشي واحد ورب العالمين، ونحن جميعا موظفون، عندنا وكالة التصرف لكن بحساب طبعا، وهذا معنى الدين وهذا معنى اليوم الآخر الذي فيه أو إليه يكون المآل والمصير، لتؤدي الحساب لسيدك إذ أعطاك حق التصرف في ملكه هو. ونبلك كيقول لك عن ده يجيك البلك بأن راه شي حاجة ديالك، راه حتى حاجة ما ديالك،
أن تعبد لمولاك المالك الحق، ووجب أن تتصرف في المال بالشروط التي أعطاك. هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مكروه، هذه علامات وبنود لتصريف الميزانية التي أعطاك الله عز وجل بين قوسين تفويضا أي تكليفا، لتتصرف بمقاديره وبمقاييسه وعلى موازينه هو وحده دون سواه. وأعطاك واحد القسم لتستفيد منه إنعاما منه وفضلا وتفضلا، وهو قسم مباح، ولكن على أساس أن تستفيد من النعمة وأن تشكر. علاش؟ لأن ماشي ديالك، ديال مولاها، فإنما أنت ممتن عليك بذلك المباح، تأكل منه وتشرب وتلبس، ثم كلفت بواجبات في هذا المال وبمندوبات في هذا المال، وكلفت أيضا بمحرمات في هذا المال وبمكروهات في هذا المال. فإذا استجبت لتعاليم المالك برهنت فعلا وبينت على أنه شي واحد، وبذلك تكون الزكاة وسائر ضروب الصدقة برهانا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني دليل واضح قوي. برهان على عاش، برهان على أنك عبد لله حقا ماشي ديال رزق. ولذلك فعلا ما أصعب والحقيقة أن يملك الإنسان شيئا، وراه ماشي غير في الفلوس والكتاب. لا يظنن أحد أن المعضلة والمشكلة هي عند الأغنياء فقط، حتى عند الفقراء. أن الغنى أو يعني حب التملك هذه غريزة في الإنسان، والطغيان قد يقع في المليار وقد يقع في الدرهم. ولذلك إذن وبالقياس الآخر أيضا سبق درهم ألف درهم، أي أيضا بالمعنى الآخر يمكن واحد مول درهم يكون أكرم بكثير من مول المليار، وقد يكون العكس. فالقضية قلبية تربوية. فإذا وجد العبد فعلا، وجد يعني حس، عنده إحساس وشعور بأن هذا المال لا يسكن قلبه، يعني كما يعبرون يعني يسكن صندوقة، يسكن جيبة، يسكن رصيدة، لكنه هو مشرف عليه إشراف تدبير إدارة وليس إشراف ملكية حقيقية. هذه التربية هذه فعلا تجعل المؤمن مؤمنا، مؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن بالله بما هو سبحانه وتعالى الخالق المالك لكل شيء، ويؤمن بعبديته لمولاه، وبذلك يتصرف التصرف الذي ينجيه في الدنيا، ينجيه في الدنيا حقيقة، وينجيه في الآخرة بإذن الله. لأنه رأينا وشاهدنا مرارا وتكرارا أن كثيرا ممن يخالف هذه القواعد الشرعية كليا أو جزئيا، يعني تصادم مع منطق الحلال في المال، أو يتصادم مع منطق الواجب أو منطق الحرام، إما أنه يتصرف تصرف مالي غير مأذون فيه حرام، أو أنه يأكل حق من الحقوق التي أوجبها الله عليه للآخرين، أو غير هذا وذاك، فهو يتعب بماله في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. وأقول بحال مول الكثير بحال مول القليل، إلا أنه طبعا يعني الكثير متعب جدا لا شك في هذا، ولكن هذا المعنى يحصل أيضا للذي يملك القليل من المال، يعني كيتعذب نفسيا سبحان الله العظيم، يظن أنه يدير الأموال ويدير الشركات وما هو في الحقيقة وقد خارم عبوديته لله، يعني هرب المولاه، ولا يمكنه أن يهرب من مولاه، ولكن هذا ظنه، يصير بعد ذلك عبد لماله، مرضاش يكون عبد المول المال ولا عبد المال نفسه، يظن أنه يدير المال والمال هو الذي يديره، كيولي سبحان الله العظيم. هذا مشاهد الله الإخوان راه يعرفون الناس هذا الشيء، هذا كيولي الإنسان يعني بحال شي مسمار في ماكينة، يعني كقطعة غيار صغيرة في آلة ضخمة تدور، وهو يدور بدورانها، ما عنده وقت، ما عنده بركة في وقته ولا في رزقه ولا في أسرته ولا 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 ولا. والملايير أي شقاء هذا وأي حياة. السبب الرئيس هو أنه لم يستجب لنظام الملك الحق المالك للأرض ولخزائنها وللسماوات ولخزائنها، واستجاب لنزواته وشهواته، فصار عبدا حقيرا فعلا لماله، والمال إنما هو مال الله عز وجل ابتلاه به
ابتلاه به فخسر حياته الدنيا قبل أن يخسر حياته الآخرة والعياذ بالله فلهذا إذن المؤمن حينما يرى بنور الله، وهذا إنما هو لمن وفقه الله ولمن فتح بصيرته ولمن آمن بربه، يجد اكتساب المال وصرف المال وتدبير المال عبادة سالكة إلى الله. يعني مسلك العبادة، رب يعطاك المال قليل أو كثير، رأعطاك فرصة هائلة جدا لتعبده ولتحقق التوحيد في ذلك المسلك، وشيء عجيب جدا لطيف. يعني أن تنفق في سبيل الله بعقيدة الإيمان وأنت قاطع في أن المال المنفق في سبيله مخلوف عشرات المرات في الدنيا ومبارك آلاف المرات في الآخرة، ومسلك يقربك أكثر وأكثر إلى الله عز وجل، ويغسل به ذنوبك ويطهرك من آثامك، وكما في الصحيح من السنة والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. يعني من اللي تضيق بك الأحوال ويكسف لك البال وتعصر الأمور تصدق، لكن بشرطين: تصدق في سبيل الله، هذه العبارة هذه ديال في سبيل الله من ألطف العبارات القرآنية، وما وردت إلا في سياق المال والمجاهدة في سبيله في القرآن الكريم. عجيب، لأنها تجعل ذلك المال فعلا إن كان حقا قصد به وجه الله، إذا قصد به وجه الله عز وجل كتكون عنده واحد المال عجيب يقربك من الله، كيقربك تختصر به المسافات. سبق ذهب أهل الدثور بالأجور، الناس يعبدوا يقوموا الليل يعني يصوموا يديروا أشياء، ومشاوا مسافات قطعوا مراحل في طريقهم إلى الله عز وجل. يأتي المتصدق إذا حقق معنى في سبيل الله، وسأشير بعض الإشارة إلى هذا، فإذا به يكون من السابقين وفي وقت أوجز مما قطعه الآخرون، لأنه طريق مختصر إلى الله عز وجل. الصدقة والزكاة وكل الإنفاق في سبيل الله طريق مختصرة إلى الله عز وجل. الدين كله سير، كما في النصوص القرآنية والحديثية الكثيرة جدا سير، ولذلك عدد من التربية يسميه العابد السالك أو السائر، هذا موجود، هذا المعنى موجود قوي في الدين، سير إلى الله، لأن العمر ديالنا كله سير. واحد اليومين هذه شفت واحد الساعة في الحيط، يعني واحد النظام إلكتروني ديالها في هذاك ديال الثواني، ماشي كيضرب بالدقة، لا غادي ما واقف شيء، يعني غادي يا نفس السرعة باش كيمشي، الآخر هذا كيدير طق طق وكينقز، والآخر غادي. والله إلا شفتيها خلعتني، قلت هذا ما كيوقفش نهائيا، بمعنى أن يعني العمر لا يتوقف. هالكرة أرضية كتدور بينا، شكون يقدر يوقفها؟ يعني عمري وعمرك شبه ما يكون بخيط، خيط ملفوف حول الكرة الأرضية، وهو ينحل كل ثانية. رحم الله شوقيا أحد شعراء المشرق يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني هاد الدقات ديال القلب لما تصنط لها بحال هذاك ديال الساعة. يعني رب العالمين كتب لكل نفس خفقات معدودة، يعني داك الشيء عنده محسوب، ما يزيد شيء القلب دقة واحدة وما ينقص شيء دقة واحدة. حينما ينتهي عد الخفقات تلفظ الروح أنفاسها وتلتحق ببارئها. فهكذا الدين كله سير إلى الله عز وجل. المتصدق يبارك له في هذا السير، عاش قليل أو كثير، يعني ربي كيعطيه يعني العمل ديال عمر طويل من الذين عمروا ما عمروا، ولكن لا بركة في عمرهم الطويل مع الأسف الشديد. فلذلك هذا النوع من العمل حينما أقول كان يكون في سبيل الله، أي أنك تسير به إلى الله. يعني العبارات كثيرة اللي يمكننا نقوله، يعني تصدق لوجه الله وهو أمر حسن، يعني تعبير مزيان، الإنفاق لله، وهكذا وكثير أحاديث في هذا المعنى، ولكن التعبير القرآني فيه في سبيل الله، أي أنك تنفق نفقة ترجو فعلا أن تنتقل بك مسافات
في طريقك إلى الله. لما تشوف هذا المعنى ما تقدرش تنافق في الصدقة، ما تقدرش، لأنه أنت كتعرف بأنك إذا نفقت هذه الصدقة وتريد بها السمعة والرياء، أو تريد بها حظا دنيويا، لما يطيح لك البال أن القضية قضية طريق وسير، تقول هي حقيقة تحقق لي واحد المصالح دنيوية وغربح بها مثلا سمعة الناس أو كذا، أو وبعض المصالح يعني مادية تجارية كذا إلى آخره، ولكن واش فعلا بيني وبين راسي مع مولاي اللي خلقني هذه غادية تقربني مسافة؟ قطعا من أستطيع أن أجيب بنعم. فإذا حينما أريد أن أقترب أكثر وأكثر من الله عز وجل ما غاديش نشوف الحظوظ الدنيوية فعلا، بل سأجعل النفقة زكاة كانت أو صدقة في سبيل الله أريد بها وجه الله عز وجل. والله يرحم الحاج محمد حبيبي مرارا وتكرارا اكتشفت له نفقات بناء مساجد في البادية، ما واحد المدعى تسقط لها الخبر، بحيث أنه كان يحرص فعلا في كثير من الأحيان أن لا يذكر الشيء، حتى ربما يعني بصدفة من الصدف يصلك خبره أو لا يصل أو لا يصل. فلذلك أنا قلت في البداية كان مدرسة الله يرحمه برحمة الله الواسعة، وما نذكر هذا الكلام إلا أن يكون عسى عسى أن يكون له إن شاء الله رحمه الرحمن رفعة وشهادة عند الله عز وجل في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. وهذا شيء عجيب جدا، وليس كل الناس يستطيعه بكل صراحة، لأن الناس كتجبد، كيعجبني أنا ننفق ويشوفوني الناس باش يقولوا فلان الله عمر راس دعا دار وكذا الى اخره، وربما الا جاب الله شي مكاسب يعني كيف ما بغات تكون يعني وجاهه مناصب اقتصاد سياسه تجاره حتى يكون عندي حقي. النفس صعيبه يا اخي الكريم، والله ما تقاتل معها يوميا حتى تخليك حقيقه انا وانت في كل اعمالنا وفي المال بصوره خاصه، لان المال عنده البريق يخلي الانسان يعني عنده موقع ومركز اجتماعي، الا ما تبت راسه يغرق نعوذ بالله من الغرق. فلذلك قلت هذا المعنى الأول يكون في سبيل الله. الأمر الثاني يكون في وجوهه، بمعنى تديره في موضعه، الأماكن اللي محتاجة له والناس اللي محتاجين له والمصالح الدينية والدنيوية التي أمر الله بإقامتها، وخاصة إذا لم يقم بها أحد. يعني بنادم هذا عود فقه، هذا علم، هذا صنعة. ولذلك المنفقون في هذا وجب أن يستشيروا أهل العلم. المعنى الأول ديال في سبيل الله منك لقلبك، ما عند العالم ما يدير لك فيه يا أبدا، ما عنده ما يدير. هو براسه واحد مع راسه حتى هو مع قلبه في هذه القضية. أمر القلب لا يمكن أن ينفعك فيه أحد إلا أن يثبتنا الله وإياك، هذاك مجاهدة نفسية الداخل، حوار وصراع مع نفسك ومع شيطانك. أما أمر أين تضع هذا المال ففعلا يجب أن تستشير أهل العلم وأهل الخبرة الذين يعلمون أن هذا المال يصلح لهذه المصلحة أو هذه أولى من هذه، لأنه الشيطان كيقدر يتلف الإنسان حتى في هذا الجانب هذا، فيشغلك بالحسن عن الأحسن. يعني راه يقول لك مزيان هذه صدقة ديرها في هذا الأمر هذا، راه أمر حسن، إيه يكون حسن ولكن كيحسن منه. والشيطان بعض الأحيان إلا ما ربحش معك أنه يدخلك حظوظ النفس، وما ربحش معك أنه يدخلك الأهواء، على الأقل يربح معك أنك ما تربحش بزاف. إلا دخلت غير رتبة واحدة في الجنة بالنسبة ليه إلا راه ربح، إلا ما دخلتش الرتبة الأعلى فكيهبطك واحد الدرجة، بمعنى أنه ينقص من قيمة أجرك وينقص من قيمة فضلك بالنقص من الوجه الأولى الذي فيه ينفق ذلك المال. ورحمة الله على أخينا الحاج محمد حبيبي، كان كثير الاستشارة مع أهل العلم ومع أهل الفقه ومع أهل الفضل، ولذلك وجدنا فعلا آثاره كما ذكر أخونا علي الشدادي في أهل القرآن ومدارس التعليم العتيق والصالحين من هذه الأمة والفقراء والأرامل ممن فعلا يعني يحتلون الرتبة الأولى والأولوية الأولى، وممن فعلا يتحقق فيهم الإنفاق في سبيل الله. يعني بمعنى أنه في هذوك المواضع الرياء كيكون ضعيف، ما 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 ماشي مجال لرواج الرياء والسمعة، لأنه رواج الرياء والسمعة كاين عندهم مواضع أخرين اللي منصب عليه يعني الأضواء، هذيك المواطن يعني لا تنصب عليها الأضواء. فالمنفقون فيها عادة يكون لهم هذا الفضل، ويتيسر لهم أن يجاهدوا أنفسهم في الله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.